كأيقونة معمارية ترقص وتلتف حول محورها، يؤكد برج كيان موقعه وتميزه بين آلاف المباني الموجودة في دبي والعالم. يلقب بتحفة القرن الواحد والعشرين، وهو أطول برج لولبي في العالم، حاز على عدد من الجوائز وضعته في مقدمة نظرائه. يقع برج كيان على مدخل مرسى دبي ومقابل فندق جروفنر هاوس. إنه مبنى لولبي فريد من نوعه من حيث أهميته المعمارية والإنشائية، وهو يقدم منظراً مائياً خلاباً على جزيرة النخلة والخليج العربي ومرسى دبي. وقد ساهم الموقع والشكل في تمييز برج كيان عن غيره من الأبراج الموجودة في مرسى دبي، حيث يمكن رؤيته من زوايا مختلفة ليظهر بشكل مختلف في كل مرة. عمل على هذا المشروع أكثر من شركة عالمية رائدة في مجال التصاميم المعمارية والاستشارات الهندسية، فجاء التصميم من SOM، الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال الهندسة المعمارية والتصميم، وهي الشركة نفسها التي صممت برج خليفة، أطول برج في العالم، فيما كانت مجموعة كيان للاستثمار والتطوير العقاري هي الشركة المطورة. وقد جاءت فكرة تصميم برج كيان من شكل هيكل الحمض النووي البشري DNA، الذي يتألف من سلسلتين من النيوكليوتيدات تلتفان حول بعضهما البعض بشكل حلزوني. وفي هذا البرج يستدير كل طابق بمقدار 1.2 درجة عن الطابق أسفله، ليكمل البرج استدارته بزاوية قائمة 90 درجة في الطابق الأخير، ما يعطيه شكله اللولبي. وعلى الرغم من حركة دوران كل الطوابق، إلا أن مخططات الطوابق هي متطابقة تماماً. عندما ننظر إلى برج كهذا في محاولة للوصول إلى فكرة رئيسية وراءه، نواجه عدداً من العوامل الأساسية التي تؤثر على التصميم. فالموقع بلا شك موقع بارز، ونحن نعرف من تجاربنا في تصميم العديد من الأبراج السكنية حول العالم أن المناظر التي يطل عليها المبنى مهمة جداً للسكان، لكن شكل المبنى الهندسي يحد من خيارات تصميم المبنى واقعياً على الأرض. ونحن أدركنا أنه كلما زاد علو الطابق في المبنى، كلما ارتفعت قيمته بسبب المناظر التي يطل عليها. ولهذا لتعزيز المناظر التي يطل عليها المبنى وزيادتها، رسى القرار على الإطار اللولبي أو هيكل الحمض النووي البشري الذي تشاهده في استدارة بسيطة لا تشبه التفاف مفتاح القوارير مثلا، ولكنها استدارة أنيقة وبسيطة. عندما تنظر إلى المبنى عن بعد، تلاحظ أن الأجواء التي يحيي بها المبنى رائقة وهادئة وراقية بدون مبالغة. هذا هو جوهر الفكرة التي طورناها بعد أن وقع الاختيار علينا من بين شركات التصميم، فقمنا بإجراء العديد من الدراسات لتقرير درجة التفاف المبنى.
أدركنا منذ البداية أن التفاف المبنى سيسبب درجة من الصعوبة التقنية، خاصة من ناحية الإنشاء الهندسية. لهذا قمنا بتقدير درجة الالتفاف التي نستطيع تنفيذها ضمن التكلفة المسموح بها، وبعد النظر إلى عدد من الخيارات قررنا أن استدارة المبنى بزاوية قائمة 90 درجة تضمن الحصول على أفضل المناظر وتضمن أن تظل تكلفة البناء في نطاق معقول. وأعتقد أنه كان قراراً صائباً، فأي شيء أقل من ذلك لم يكن ليبدو جميلاً، وأكثر من ذلك لكان التفاف المبنى مبالغاً فيه. بدأ المشروع عام 2007 واستغرق تنفيذه 7 سنوات بسبب بعض التحديات التي واجهت. أما تكلفة المشروع فقد وصلت إلى 1,200,000,000 درهم. وصلت المساحة الكلية للمشروع 111,484 متر مربع، فيما بلغت مساحة العقار التي بني عليها برج كيان 3,160 متر مربع فقط. ويصل ارتفاع البرج إلى 307 أمتار، وهو يتألف من 73 طابق سكني، إضافة إلى الطوابق الخدماتية ومرآب مكون من 11 طابق مخصصة لمواقف السيارات والخدمات الكهروميكانيكية. إنه برج بالغ الدقة والإتقان، تستند فلسفته على شكله الخارجي باعتباره التعبير المباشر للإطار الهيكلي. وكان المهندسون قد درسوا سلسلة من الخيارات لإطار المبنى من أجل خلق هندسة التواء فريدة. أما مساحاته الداخلية فقد صممت بطريقة مكملة للتصميم الخارجي، بحيث يوفر مستوى راقٍ من المعيشة لجميع المقيمين فيه. جاءت بداية هذا المشروع في مسابقة للتصميم أجراها صاحب القرار شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري، حيث دعا 5 أو 6 مهندسين معماريين محليين وعالميين للمشاركة في مسابقة لتصميم المبنى. وكنا بالفعل محظوظين، إذ وقع الخيار علينا بناء على أفكارنا المبدئية للمشروع. هذه الأفكار المبدئية جاءت مبنية على أمور أساسية. أولها موقع المبنى البارز، فهو من أفضل المواقع في مرسى دبي، فقد أدركنا أن علينا أن نقدم مبنى متميزا وفريدا من نوعه. وعندما نظرنا إلى الموقع وشكله الهندسي أدركنا أن المناظر التي يطل عليها المبنى ستكون في غاية الأهمية، كما أن منظر البرج نفسه مهم جدا. من أجل هذا جئنا بفكرة لتعزيز وزيادة عدد المناظر التي تطل عليها وحدات المبنى، ووجدنا طريقة لتنفيذ ذلك خاصة في الطوابق العليا من المبنى، لضمان أن المباني المجاورة للبرج لا تعيق من إمكانية التمتع بتلك المناظر. لهذا فكرنا بتصميم برج لولبي، وكلما فكرنا به أكثر كلما أصبح أكثر واقعية بالنسبة لنا. عندما نفكر في هذه الأمور في SOM نفكر بها من عدة نواحي، فمبدأ شركتنا وجوهرها قائمان على التعامل الوثيق بين المهندسين المعماريين ومهندسي الإنشاء. لهذا ترى أن هذه ليست فقط رؤية معمارية، فالبناء جزء مهم من التصميم من ناحية الهندسة البنائية والهندسة الميكانيكية التي جعلت تنفيذ المبنى ممكناً.
بني برج كيان على قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 3 أمتار مدعمة ب99 خابور إسمنتي بقطر 1.2 متر وعمق 30 متر. وتنتقل أحمال البرج إلى التربة بواسطة الاحتكاك بين الخوابير والطبقة المحيطة بها، فالنظام الإنشائي لمقاومة الأحمال الجانبية، أحمال الرياح والزلازل، هو مزيج بين أعمدة وجسور إطارية على المحيط الخارجي، هي مسؤولة عن 75% من الأحمال. أما بقية 25% فإنها تحمل عبر النواة المركزية الدائرية للبرج. هذا وتتصل نواة البرج الدائري بالأعمدة عبر بلاطة بسمك 23 سنتيمتر محملة في اتجاهين، وتبلغ المسافة بين الأعمدة والنواة 9 أمتار كحد أقصى. ولتحقيق الشكل اللولبي المميز لهذا البرج، قام المهندسون باعتماد فكرة صف الأعمدة فوق بعضها البعض بطريقة متدرجة، بحيث تلتوي في اتجاه واحد مبتعدة عن الأعمدة أسفلها، واستعانوا بأحدث التقنيات والبرامج الخاصة لتنفيذ هذه الفكرة. كما قام المهندسون بدراسة تأثير حركة الرياح على مجسم البرج بمقياس مصغر عن طريق إجراء عدة اختبارات لمعرفة ثقل الرياح الذي سوف يصمم الهيكل الإنشائي والواجهات على أساسه، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على مدى تأثير الرياح على المشاة في المساحات المفتوحة وحركة الزلازل. والجدير بالذكر أن الشكل اللولبي للبرج ساهم في مقاومة الرياح خاصة الجانبية منها. هذا وتم استخدام ما يقرب من 25,000 طن من شبكات فولاذ التسليح ضمن هيكل البرج الإنشائي. Now what this does is creates, you know, when you look at foundation engineering, you look at a mat and the piles, and it's not the piles. الأمر الذي يحققه هذا أنك عندما تنظر إلى هندسة الأساسات فأنت تنظر إلى رسوم ودعائم، فالدعائم تساعد كثيرا، لكن في منظور الهندسة المتطورة فنحن نأخذ بعين الاعتبار الأرض التي تقوم عليها هذه الدعامات. فنظام الأساسات معروف في هذه المنطقة وهو شائع الاستخدام. توزع الرسوم ثقل البرج والدعامات كلها من الخرسانة المسلحة، كما أن عمود المبنى الفقري ذراعه أو محوره مصنوع من الخرسانة المسلحة أيضاً، التي صممت لتمكن المزالق والسقاطات من الحركة داخل المبنى لتشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم. And the elevators and stairs that are required in the building. Now, outside that spindle are the rotating slabs and columns that form the. خارج ذلك الذراع أو العمود الدائري تجد الألواح الدائرية والأعمدة التي تشكل السطح الخارجي للمبنى. إذا نظرت إلى البرج، لنقل أنك أخذت برجاً مستطيلاً وقمت بلفه، فسوف تجد أن كافة الأعمدة أصبحت منحدرة ومائلة. في هذا البرج كان علينا أن نلقي نظرة خاصة ونتمعن بجميع الأعمدة القائمة بين جميع الزوايا، لأنك عندما تجلس في شقتك فأنت لا تريد أن ترى أعمدة بهذا الشكل، وأيضاً كيف ستقوم بوضع الديكور والستائر على نوافذ متزاوية الأضلاع وليست مستطيلة. لهذا فباستثناء الزوايا جميع الأعمدة الرأسية لتسهيل الأمر ولفرض جو بالهدوء والراحة داخل الشقة. ولتحقيق ذلك يجب أن يلتوي كل عمود بطريقة متدرجة مبتعداً عن العمود في الشقة أسفله والعمود فوقه يلتوي أيضاً وما إلى ذلك. الشيء الآخر الفريد في هذا الالتفاف هو أنك عندما تلف البرج سترى أن العمود الرأسي يميل للبروز أو الاختفاء، وعندما ترى هذه الحركة اللولبية المتدرجة ترى أن الأعمدة تميل إلى الداخل أكثر، لكنها تظل أعمدة رأسية مع ذلك. These columns will be tipping away from you and inward, but still the columns are vertical.
كان الهيكل الحلزوني أكبر تحديات برج كيان. إنه تحدي للعمارة التقليدية ليس بشكله الخارجي فقط، بل في الطريقة الإنشائية الخاصة به. لذلك قام المعماريون بالتعاون مع مختلف المهندسين بدراسة شاملة للمشروع لتحقيق كفاءة المبنى من حيث الوظيفة الداخلية. وكان الشكل الخارجي قد فرض قيوداً وتحديات جديدة على المعماريين لإيجاد حلول للمساحات الداخلية بطريقة تحافظ على الجدوى الشاملة للمشروع. ومن تحديات البرج كذلك الخدمات الكهروميكانيكية، فبسبب شكله اللولبي كان من الصعب تحقيق وجود أماكن الخدمات كدورات المياه مثلاً فوق بعضها البعض، وهذا ما دعا المهندسين بالتعاون مع المعماريين لإيجاد حلول لوصول الخدمات إلى كل الشقق. وكانت بداية الحل في النواة التي تعتبر المكان الوحيد الثابت في البرج، إضافة إلى الطوابق الخدماتية. عندما نلف أحد الطوابق درجة فإن جميع الأعمدة تلتف معه أيضاً، ووضعنا الكثير من الحرص والاهتمام للتأكد من أن هذه الأعمدة تتماشى مع التصميم الداخلي للشقق. ومن العوامل الأساسية في بناء برج لولبي أيضاً هي كيفية نقل السكان والخدمات المختلفة للأعلى والأسفل في مبنى ملتف وأرض متحركة. كان حل هذه المشكلة أمراً أساسياً لتنفيذ المشروع. إذا فكرت في الأمر تجد أن صحن المبنى الرئيسي دائري الشكل، مما يجعله بمثابة ذراع بسلسلة من الأوراق الملتفة في كل طابق، وكلما ارتفعت الذراع لأعلى البرج ارتفعت المصاعد ومعها الخدمات المتعددة والمنافذ مثل سلم الحريق. كما أن صحن كل طابق بحد ذاته يتحرك أيضاً. كان هذا استجابة مباشرة لطلب صاحب القرار، فهناك الكثير من المباني التي تطلق على نفسها أنها لولبية أو ملتوية، ولكنها بالفعل ليست كذلك. عند قيامنا بذلك احتفظنا بنفس القالب لكل طابق في كل مرة، مما أثبت أنها طريقة سهلة وناجحة جداً لتسويق المبنى. لهذا عندما ننظر إلى مشاريع مبتكرة وفريدة كهذه، نأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل بالإضافة إلى التخطيط المعماري والهندسة، ومنها كيف سينظر الناس إلى المبنى وكيف سيقوم المطورون العقاريون باستخدامه. يتميز برج كيان بأن القدر الأكبر من واجهاته مغلف بالزجاج. هذا ما اضطر المهندسين إلى دراسة طرق الحد من أشعة الشمس المباشرة وتحقيق الاستدامة. لذلك قاموا بإرجاع الزجاج من على الواجهة للسماح للتراسات والأعمدة بخلق حاجز لأشعة الشمس، وقاموا بإضافة حواجز مثقبة بنمط محدد على بعض النوافذ لتظليل الداخل. عمد المعماريون على توحيد أحجام العناصر المعمارية للواجهات قدر المستطاع بهدف تحقيق ميزانية المشروع وتسهيل عملية التنفيذ. فقد تم توحيد الفتحات بين الأعمدة على شكل مستطيل، وتخصيص 3 مقاسات للحواجز المثقبة التي تغطي الواجهات، وذلك لتحقيق فكرة الدوران. أما الأعمدة فقد غلفتها صفائح من التيتانيوم، تم استبدالها بألواح مثقبة عند قمة البرج، وذلك لإخفاء الخدمات، وفي الوقت نفسه السماح بحركة دوران الهواء الطبيعي، وبالتالي تحقيق فكرة تصميم لا نهاية للبرج. فالتصميم اللولبي الجديد يعكس كل الطاقات اللامتناهية والأشكال دائمة التغير للصحاري والرياح والبحار التي تحيط بالبرج. أما وسائل الترفيه والراحة فإنها تتضمن منصة عالية تطل على مشاهد خلابة في منطقة مرسى دبي، مع حديقة السطح وحوض سباحة خارجي
وحوض سباحة للأولاد ومسار للجري. بالإضافة إلى ذلك، فإن برج كيان يوفر نادي رياضي فخم. أثناء ذلك كنا نحاول أن نقرر على اسم للبرج، فناقشنا ذلك مع قسم التسويق لنعرف الطريقة التي سينظر بها الناس للمبنى. فجاءت فكرة إنفينيتي، إذ أن علو المبنى سيصل إلى الساحة وكأنه بذلك يبلغ اللانهاية. وعندما وصلنا في البناء إلى أعلى البرج، قررنا أن تبدو قمة البرج وكأنها تختفي. لهذا ترى أن الكثير من الناس يعتقدون أن المبنى غير منتهي، إلا أن ذلك بالتحديد ما قصدناه، وهو أن يبدو البرج وكأنه يمتد إلى ما لا نهاية. حقق هذا البرج العديد من الجوائز على مستوى العالم، كان أهمها جائزة العقارات العالمية في لندن ونالها أكثر من مرة، وجائزة لويس بيرجر التي حاز عليها على الصعيد المحلي وعلى صعيد الخليج، كما حاز على جائزة الاختراع من ميد كواليتي، وجائزة أفضل برج سكني من قبل أركيتايزر، وجائزة أفضل ناطحة سحاب جديدة في العالم من قبل إمبوريس. وقد نال مؤخراً جائزة أجمل وأطول برج لعام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. نحن نعمل في دبي منذ زمن طويل، ما جعلنا نفهم هوية المدينة بطريقة أفضل. فعندما جئنا إلى هنا وبدأنا العمل على البرج، أدركنا أننا جئنا بفكرة ليست فريدة في دبي والمنطقة فحسب، بل في العالم ككل. فليس هناك برج دولبي مثل هذا في أي مكان في العالم بأسره. هناك الكثير من المباني التي تدعي أنها دولبية ولكنها ليست كذلك. لهذا فالبرج تصميم مبتكر وفريد، هو بمثابة أيقونة. لقب الأيقونة يستخدم كثيرا في دبي خاصة، فكل مبنى يحاول أن يكون أيقونة، ولكن القليل منها بلغ هذه الدرجة. نحن فخورون بأنه تصميم مبتكر أصبح بحد ذاته أيقونة، فقد عرفنا منذ البداية أنه سيكون أكثر المباني شهرة في دبي. We'll be right back.